أهلا بكم. نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية خالص تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وتمنياتهم لفخامته بالصحة والعافية ولتونس دوام الرفعة والرقية. جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية التونسية لمعالي وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية، حيث أعرب فخامته عن اعتزازه بتميز العلاقات الممتدة والمتواصلة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية، مؤكدا دعم تونس للبحرين ومساندتها لها في جميع الظروف. من جانبه أشاد معالي وزير الخارجية بالعلاقات الأخوية المتينة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية مشددا معاليه على حرص المملكة على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير وصالح البلدين، مؤكدا أن الجمهورية التونسية تمثل الوجه الحضاري للعالم العربي وركيزة مهمة للأمة العربية. وقد كلف فخامة الرئيس التونسي معالي وزير الخارجية بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وتقديره لمواقف مملكة البحرين الداعمة لتونس وتمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار. تشرفت الآن بمقابلة فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، ونقلت له تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله وصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب سمو الملكي ولي العهد وشعب البحرين، ومحبتهم لتونس ولأهل تونس ولهذا البلد العزيز بكل إنجازاته الحضارية وبكل ما قدمه لتاريخ أمته في مختلف العصور من ذي قبل والعصور الحديثة، وكفاح هذا الشعب يعتبر مثال للأمة العربية التي تدافع عن مصالحها في كل وقت. وتونس هي بلد عمود رئيس للأمة العربية، وجه للحضارة العربية في وجه ما نتعرض له الآن من هجمة تستهدف أمتنا وعالمنا العربي. نتمنى لتونس جميع الاستقرار. وبينت لفخامة الرئيس أن لدينا اجتماع بعد قليل أنا وأخي معالي الوزير خميس الجهناوي للجنة المشتركة، ولدينا العديد من الاتفاقيات، وستكون هذه اجتماعات دائمة ومتكررة. وأيضا أبلغت فخامة الرئيس دعم مملكة البحرين وسعادتها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر القادم للاستثمار في تونس، وهذا سيكون شيء نقلة نوعية لهذا البلد ومجال لجميع الأشقاء أن يسهموا في نهضة بلدهم تونس في كل مجال.